السلام عليكم. السلام. إذا كان ممكن أعطيني السمية ديالك. السمية ديالي رحمة الدراز. رحمة الدراز، الله يرحمها. بغيتك تحكي لي كيفاش وقع المرحوم ديالك اللي مات في السجن المدني بوجدة. أنا ما قالوليش، ما قالوليش ولدك راه مريض ولا راه مات ولا، أنا غير الناس، غير واحد الوليد مسكين الله يكثر خيره، راه صافي تهضر مع مواه وراه قال لها قول لفلانة تجي تشوف ولدها راه في كوما في فارابي. منين مشيت لفارابي سمت ولدي كوما، ولدي غير روح طلع ودهود، كلشي دايرين لنا خيوط، كلشي معضوض، الدم في الودنين، الدم في العينين، الدم في اليدين. يعني مضروب، مضروب ولدك. مضروب الضرب نتاع الصح، ماشي غير الضرب نتاع واحد، تعاونوا عليه، تعاونوا عليه بزاف. يعني كاين اثار ديال الضرب موجود. اثار الضرب في الوجه، في اليدين، في الرجلين. نقدر نشوفوا الفيديو. العضة عنده في الوجه، عضوا الوجه، قلعوا له نصف وجهه، الودن قلعوها له بالعضة، العينين الدم هواد له على العينين، راكم تشوفوا الفيديو كي داروا للولد، ما خلاوش فيه. وبغيت العدالة. بغيت العدالة، بغيت الحق يبان. إذا غادي نشوفوا هنا الصورة ديال المرحوم. هضري هضري تكلم هضري. بغيت الحق يبان، بغيت ولدي ما يضيعش، بغيت ولدي ما الدم ولدي ما يضيعش، ما يمشيش باطل. ماشي شي وليد خور يجرى له كيجرى لولدي. إذا بحال اللي كتشوفوا يا عبد الكرام، الآثار ديال الضرب باين على الجثة، باين في الرجلين الزرق، في اليدين، باين في الراس، باين في الودن طايرة، في الوجه. يعني هذا الولد، هذا المرحوم تعرض للضرب والجرح المؤدي الى الموت. هتشوفوا هنا كل شيء باين في الجثه. والغريب في الامر ان الاب ديالو والام ديالو كيقول لك جلسوا 8 ايام ولا عاد كسبوا الخبر. هتشوفوا الوجه ديالو كي داير، شوفوا الشناف ديالو، الوجه ديالو، الودن ديالو طايره، الظهر ديالو مضروب، معضوض من الوجه. يعني هذا اذا كان في السجن المدني هنا كان حراس، اذا كانوا الحراس اللي ضربوا هذه مصيبه، واذا كانوا المساجد اللي ضربوا هذه مصيبتين، لان شكون اللي غادي يحمي هذا؟ واش الروح ديال المواطن رخيصه لهذه الدرجه؟ واش الاهمال اللي كان في السجن المدني بمدينه وجده وصل لهذه الدرجه ان الناس راه متصلوا بنا بالمركز المغربي لحقوق الانسان باش يشوفوا هذا؟ غادي يشوفوا الاب ديالو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عطينا الاسم الكريم. الشريف عبد القادر. السي عبد القادر، حكي لنا الله يرضي عليك كيفاش وقع المرحوم وشنو هي المطالب. خويا انا من مشيت صبتو في الانعاش، صبتو بعد ميت، صبتو غير الروح، هنايا القلب نتاعو يضرب يطلع ويهود صافي. داكشي اللي كان. والاثار ديال الضرب؟ صبطو يبان لي مضروب، مي قلت للبوليسي قال لي راه مضروب في الراس، راه حنا غادي نديرو له السكانير حتى البلاتي ولي تشوفو. منين ولاونا ولينا ما خلناوش نشوفوه. من بعد مشى خالو هو وامو شافوه، الغدا اليومين مشينا باش نشوفوه، صبناه مات. يعني ما فهمتش انايا كيفاش. دروك حنا نطالبو الحقوق نتاعو. فهمت؟ يعني خصنا الحق نتاعو يبان. نطالبوا بوكيل العام، يعني هادشي يتعاود يتفتح ونشوفوا هذا الدوسي نتاعو. واش ضربوه القرديانات؟ واش ضربوه المحابسيه؟ واش قال ضربوا شي محابسي مريض نفساني؟ يعني واش مريض نفساني غادي يكون في الحبس؟ راه ما يمكنش. يعني باش يكون مريض نفساني ديروه في الحبس. يعني هادي هي المشكله. شحال من نهار وكسبتوا الخبر من بعد ما دخل السبيطار؟ 9 ايام عاد باش كسبنا الخبر. سيام تا قالوا لكم الناس ماشي هما اللي تصرفوا الناس، هو ما كانش، ما كانش قال لي علم. المدير قبيلات قال لي انا ما بغيتش نقول لكم، انا تسميت لولدي رياح ونجيبوه ونخرجوه وعاد نعلمكم، ما بغيتش المصاريف عليكم. علاش المصاريف؟ عندي رزقي نداوي ولدي، نبيع حوايجي، نبيع قشي، نبيع فلوس، ندبر، نطلب، نمشي من كل بلاصه جهه معاه ونطلب، كل واحد يعطيني شي، يعطيني 100 شي، يعطيني 50 ونداوي ولدي وما نخليهلمش تما. قال لك داروا المراجي، والمراجي قعد له في الراس وشحال قعد له عاد داروا له العمليه. اذا الروح ديال المواطن المغربي رخيصه، ورخيصه بزاف. شاب 18 سنه داروا دبانه، ما داروش تضرب في الحبس، تا وصل للكوما، تا وصل للانعاش وبقى في الانعاش حتى مات، والوالدين ديالو ما كسبوش الخبر، تا تفوت 9 ايام. والبارح وفاته المنيه ودفنوه، الله يجعل ربي يرحمه ويوسع عليه. وحنا من هذا المنبر كنقول لكم ما تخموش، راه المركز المغربي لحقوق الانسان راه معكم، وغادي مادام طلبتوا المؤازره غادي يبان يبان الحق. وحنا كذلك كنطلبوا بغينا الحق ولدنا يبان، بغيت دم ولدي ما يمشيش باطل، الحق يبان له، بغيت دم ولدي ما يمشيش باطل. حرموني ولدي اللي يخدم على امي انت، شكون غيخدم عليا دروك؟ شكون غيخدم عليا؟ شكون غيجيب لي وليدي حبيبي؟ شكون غيخدم عليا؟ شكون اللي غيدخل لي؟ شكون اللي غيدخل لي على هذا الباب ويقول لك امي انت راني جيت عندك؟ شكون؟ علاش يحرموني مولدي؟ علاش؟ علاش؟ هذا الشيء كاين في المغرب ولا ما كاينش؟ كاين في الاسلام ولا ما كاينش؟ بغينا هذا الشيء يوصل لجلالة الملك ويشوف هذا الشيء بعينه، هذا الشيء اللي راه جاري في المغرب.
بغيناش هذا الحق يضيع وهذا الولد يضيع له حقه، ولاد الناس اخرين مساكين اللي جرى لهم هذا الشيء، ما بغيناش غير. بغيتك تقول لنا اخر كلمه. اخر كلمه، انا بغيت نطالب غير الحق نتاعو، الحق نتاع ولدي خصو يبان، يعني هادشي هذا راه ظلم. واش الولد دخل صحيح للحبس باش يتربى باش يتصلح حتى خرج ميت، ما يمكنش هادشي هذا. اذا شكرا، ونتمنى ربي الله يرحمه ويوسع عليه والله يعد ما جاكم والبركه في راسكم.